FM. الكلمة ليك. وما فما حتى حد يحكم. اليوم السؤال الجوهري في تونس، من يحكم تونس؟ غدوة مش يتحول السؤال هذا داخل كل بلدية، 350 بلدية، من يحكم البلدية؟ لأنه تنجم كما قلت أنا قبل في عديد مداخلاتي قبل، قلت نجم القائمة الفائزة على الأقل في الانتخابات التشريعية، الدستور ضبط كونه الحزب الأول هو اللي يكون الحكومة. في الانتخابات البلدية نحب نقول التوانسة اللي تنجم القائمة الأولى الفائزة ما تسيرش هي البلدية، تبقى في المعارضة، كما تحصلش على 50% زائد واحد، كما تحصلش على 50% زائد واحد. وأكيد معناتها بالقانون هذا متاع أكبر البقايا صعيب ياسر باش تلقى قائمة تحصل على 50 زائد واحد. إذا كان إذا وأمام تعدد القوائم في الترشحات صعيب ياسر باش تلقى قائمة تاخذ 50 زائد واحد. الكلمة ليك.